الاهلي النهارده على نادي الزمالك بفوز غالي 3-0 القمه 125. يسعدنا النهارده يكون معانا جماهير النادي الاهلي اللي فرحانه على فوز النادي الاهلي في فوز غالي جدا، بطوله خاصه النادي الاهلي. لكن في البدايه ببارك لك مبروك، فرحه كبيره جدا شايف النادي الاهلي، اعتقد بطوله خاصه امام نادي الزمالك، لكن ببارك لك في البدايه. الله يبارك فيك يا كابتن. انت عارف النهارده يعني ماتش يعني كان ماتش حماسي، ماتش مصيري، انت فاهم اللقاءات اللي زي دي ما تبقاش لقاءات لا توقعات خالص. فالحمد لله الاهلي حسم الماتش نتيجه ولعب، وبسم الله ما شاء الله يعني كهربا الكل. نعم. اعتقد كهربا كان ليه تاثير كبير جدا في الشوط الاول، اعتقد كرول المدير الفني قدر يغير شكل اللقاء، قدر يشوف مدى تغييرات نادي الزمالك في الملعب اللقاء، لكن شفنا الشوط الثاني تحول بشكل هجومي. طبعا كهربا كان نقطه الفرق بصراحه. كهربا من ساعه ما جه بسم الله ما شاء الله ماتش سموحه، عمل اسيستين وجاب جون واداء ولا اروع. والنهارده برده كان نقطه التحول برده كهربا، فرق في التشكيل ده. المفاجاه اللي كولر عملها قدام الزمالك اللي هو نزل كهربا، وكهربا بسم الله ما شاء الله يعني جاب جون، يعني جون فتح الماتش وفتح وخلى الاهلي يتحكم في الكوره، والماتش كمان على كده يعني الحمد لله، والحمد لله المكسب يعني. وانت ده الاهلي بيقفل صفحه وبيفكر في اللي جاي، اعتقد ان المباراه خلاص قفلها، بيفكر في الدوري. انتوا مستعدين للدوري؟ اعتقد بيفكروا في الدوري السنه دي. طبعا، امال ايه يعني، هو صفحه يعني، هي ماتش زي اي ماتش يعني، بس ماتش القمه بيبقى فرق شويه عن الماتشات العاديه، هو كل ماتش بثلاث نقط بس، دي بطوله خاصه يعني، انت فاهم الاهلي والزمالك بيبقوا عاملين ازاي مع بعض. مباراه جماهيريه، مباراه يعني متابعينها كتير، مشاهدينها كتير. وفي ماتش بقى البنك الاهلي الماتش الجاي باذن الله، ان شاء الله بس ما يحصلش تاثير سلبي واللعبة تريح وتفتكر لحسم الدوري، فيركزوا في الماتش الجاي قبل ده عشان ده اخر ماتش قبل كاس العالم للانديه، وان شاء الله ربنا يكرمنا في كاس العالم للانديه يكسبوا الفريق اللي هو نيوزيلندا ده، ونبدا ان شاء الله نلعب الفريق الامريكي ونلعب ريال مدريد ونشوف ان شاء الله ممكن نوصل النهائي. الحمد لله يعني. مبروك. الله يخليك. الله يبارك فيك.